بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل. فداك أبي وأمي يا رسول الله. ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في حسن الخلق، وقد بين عليه الصلاة والسلام أن بعثته كانت لإتمام مكارم الأخلاق، حيث قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وشهد الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بعظم الأخلاق، حيث قال: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. وما ينبغي الإشارة إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بمخالقة الناس بخلق حسن، مصدقا لما رواه أبو ذر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقد وصف الصحابة رضي الله عنهم عظم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينوا أنه كان أحسن الناس خلقا، مصدقا لما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، بالإضافة إلى ما روي عن صفية بنت حيي رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت أحدا أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. ويدل قول أم المؤمنين أن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الالتزام بما أمر الله تعالى به في القرآن الكريم، والاجتناب ما نهى عنه، والتحلي بالأخلاق الحميدة التي مدح الله تعالى أصحابها، والبعد عن الأخلاق التي ذم أهلها، كما قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره. ومعنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم صار امتثال القرآن أمرا ونهيا، سجية له وخلقا. فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه تركه. هذا ما جبل آل القرآن عليه من الخلق العظيم، من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم، وكل خلق جميل. وأيضا ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في الصدق والأمانة. قد لقبته قريش بالصادق الأمين قبل البعثة، وكان أهل مكة يأتمنونه على أسرارهم وحوائجهم وأموالهم. ولما بعثه الله تعالى وأمره بتبليغ الرسالة، صعد عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا ونادى في قريش قائلا: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بأمته. وقد شهد الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم بصفته الرحمة، حيث قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. وقد فاقت رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أحد، حتى وصفه الله تعالى بأنه أولى من المؤمنين بأنفسهم، حيث قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وضرب أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في العدل، حيث قام شرع الله تعالى على القريب والبعيد. وعندما سرقت المرأة المخزومية وحاول أسامة بن زيد رضي الله عنه أن يشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغير وجهه عليه الصلاة والسلام وقال: والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع يدها.
وكتب السيرة النبوية مليئة بالمواقف التي تدل على حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها قصة الأعرابي الذي جذب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ردائه جذبة شديدة أثرت في عاتقه الشريف، وقال له: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن التفت إليه ثم ضحك وأمر له بعطاء. ومما يدل على عظم حلمه عليه الصلاة والسلام عفوه عن المرأة اليهودية التي حاولت قتله بالشاه المسمومة، وعن اليهودي الذي سحره، وعن المشركين الذي أسروه يوم الحديبية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا يقتدى به في التواضع، فعلى الرغم من عظم مكانته ورفعة منزلته، إلا أنه كان أبعد الناس عن الكبر والبطر، حيث كان عليه الصلاة والسلام يخفض جناحه لأصحابه رضي الله عنهم ويجلس بينهم كواحد منهم، حتى كان يأتي الرجل الغريب فلا يميزه من بينهم حتى يسأل عنه، مصدقا لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل. فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه. وأما عن صفة الحياء، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، وقد وصف الصحابة رضي الله عنهم حياء الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه أشد حياء، أشد من حياء الفتاة التي في بيتها أهلها، حيث قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. ومن المواقف التي تدل على أن الحياء من الصفات الخلقية المتأصلة في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حياءه من الله عز وجل، وذلك لما أشار عليه موسى عليه السلام بالرجوع إلى ربه سبحانه وتعالى في مسألة تخفيف الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لموسى عليه السلام: قد استحييت من ربي. ومن المواقف التي دلت على حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه عن قصة زواج النبي عليه الصلاة والسلام من بنت زينب بنت جحش رضي الله عنها، حيث تفرق أكثر الصحابة رضي الله عنهم بعد تناولهم الطعام في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقى ثلاثة منهم يتبادلون الحديث، والرسول عليه الصلاة والسلام يرغب بخروجهم، ولكن حياءه منعه من إشعارهم بشيء من ذلك، وتركهم يكملون ما هم فيه حتى تولى الله عز وجل بيان ذلك، فأنزل قوله تعالى: إذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. أما عن الصبر، كان النبي الكريم أصبر الناس على الأذى، وكان يناله من الأذى ما ينال أصحابه في بداية البعثة في مكة المكرمة، فلا يصده ذلك عن دعوى الحق شيئا، بل يزداد ثباتا وجلدا وصبرا. فكان الصبر درعه المتين يتحصن به، مستذكرا دعوة المولى عز وجل له بالتزام هذا الخلق العظيم، حيث قال تعالى: فاصبر على ما يقولون. وكلما احتشدت عليه الخطوب والقرون تسلح بقول المولى سبحانه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق الله العظيم. فداك أبي وأمي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.